بعد ما خبرنيكم عن خريف شتاء 2018-2019 هلا صار وقت نفوت بعمق اكثر وخبركم عن الاكسسوار مع هاديا سينوز وورد، وهي ماجازين حلقتنا مميزة لأقصى درجة. خاصة بدي خبركن عن الأكسسوار وقديش مهم بعالم الموضة، وهذا الشيء أكيد كل ست تعرف قديش الأكسسوار مهم، ومنلاحظ هذا الشيء عم ينعكس أكثر وأكثر على عالم الموضة. منلاحظ الأكسسوار من الحلق لعقودة الأساور الخواتم، بالإضافة أكيد للجزازين الأحذية بيلعبوا دور كتير مهم بأزيائنا. هالموسم لخريف شتاء 2018-2019 منلاحظ إنه الأكسسوار خاصة من العقودة عم يلعبوا دور كتير مهم بعالم الموضة. عن دور أزياء كثيرة منلاحظ ركزوا على العقود الكبيرة، كل ما كان طويل العقد كل ما كان على آخر موضة، أشكال ما بتخلص أبداً، بالإضافة على بعض العقود اللي مرصعة بالأحجار السمي بريشس وعند البعض كمان بالأحجار الكريمة. بالإضافة لهالشي منلاحظ رجوع البقوة كثير هو الحلق. الحلق عم نلاحظ انه عم يكون الماست هاف، وهيدا الشيء بيرجعنا لفتره الثمانينات، بالثمانينات بنلاحظ كان الحلق كثير قويه وكانت موجوده بقوه كثير. من الاكسسوار كمان الماست هاف هالسنه هن الاساور، خاصه البنجلز. البنجلز يلي بيرجعونا كمان لفتره الثمانينات بنلاحظ انه رجعوا بقوه على اخر موضه، واكيد عدد كثير كبير من المصممين فاتوا باجواء الذهب، الذهب الاصفر، الذهب الزهر، يا اما الاساور الملونه ومع الاحجار المرصعه. كل شيء بيخطر على بالنا من الاكسسوار بنحس هو هالموسم ماست هاف. اما لما بتجي للاحذيه أكيد يمكن كل السيدات يمكن إحدى أهم الأكسسوار بالنسبة لإلها هي الأحذية. الأحذية مثل ما بنعرف في موديلات ما بتخلص أبداً، من البوس أكيد لهالشتوية العاليين، بس منلاحظ إنه في كتير تركيز على الأوثة، منلاحظ إنه الأوثة عم ترجع، وكل ما ناعم الشوز كل ما كنا على آخر موضة، ونفس الشيء بالنسبة للكعب. منلاحظ الكعب الرفيع بعده على آخر موضة وراجع على آخر موضة، بالإضافة كمان الكعب الصغير كمان بعده هالسنة كتير دارج، ومنلاحظ إنه الدوب سمال بعده على آخر موضة، وهذا الشيء عم نلاحظه على أهم الكاتوالك كمان، بالإضافة للبومب الاسكربين العادية كلاسيكية بنلاحظها بعدها موجودة، وهي القطعة الماست هاف عند السيدات، والسكربين اللون الماست هو اللون الزهر. بالإضافة عن بعض المصممين والماركات ركزوا على الأحذية والسكربين البسيطة اللي اسمها البومب، هي على النقشة الحيوانية. أكيد يرجع الأغلي شوز بعضهم موجودين، بس لكن مش مثل الموسم الماضي، بس لكن أكيد بعضهم موجودين. أما بالنسبة للجزازين، الجزازين هي كمان قصة حب بين السيدات والجزازين، يعني كمان بنلاحظ دور الأزياء وماركات المهمة بينزلوا لنا كل موسم جزازين حتى يخلونا أكيد نحلم. من الجزازين الماست هاف لهالموسم وعم نلاحظها عند عدد كتير كبير من الماركات هو جزازين اللي محطوط عليها الماركة. كل ما كان المونوغرام موجود يا اما الساين الموجود للماركه كل ما كنا على اخر موضه. بالاضافه اكيد لهالشيء الشغله المميزه هالموسم بنلاحظ الجزازين الصغيره محطوطه بطريقه العقد هالسنه كمان كثير دارجه، وشفناها عند عدد كثير كبير من المصممين. والشغله كمان المميزه كمان جزازين الترانسبيرنت هالسنه كثير دارجين، وكمان جزازين ترانسبيرنت مع الليس الدونتيل اللي هالسنه كثير دارج، ونفس الشيء كمان الدونتيل على الاحذيه اللي بيعيشونا الاجواء الرومانسيه والجوثيك بنفس الوقت.
يعني فينا نعتبر انه الاكسسوار بيلعب دور كثير مهم بازيائنا، يعني فينا نقول فينا نلبس قطعه بسيطه لاقصى درجه وننقي الاحذيه المميزه مع الالوان كمان القويه ومنكون على اخر موضه. وهيك مع اخبار الجزازين الاحذيه والاكسسوار نوصل لنهايه هاديا سنوز وورد وهي ماجازين. باي باي.